حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا أبو الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، فاقرأوا إن شئتم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين.